يمكن هذا الفيديو الأخير لإلي. اليوم الاحتلال ألقى قنابل فسفور على منطقة مشروع بيت لاهيا وقنابل صوتية مخيفة وألقى بمناشير بإخلاء المنطقة. وطبعا كل المنطقة أخلت تقريبا، كل الناس صاروا يزروا بالشوارع بشكل كتير مجنون، ما حدش عارف وين رايح ولا وين جاي. يعني احنا مقسمين انا وكم حد ضايلين في البيت والباقي كله اخلى وراح مش عارفين وين راحوا. طبعا الوضع كتير مخيف، المشهد كتير مرعب، اللي بيصير كتير صعب، ويا رب يرحمنا.